بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أشكر القائمين على هذا البرلمان الطلابي، وأتوجه بخالص الشكر إلى رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم على دعمه لنا وحضور هذه الجلسة. بداية حاب أذكر نقطة قبل لا أبدأ بكلامي، أن إحنا للأسف كطلبة أو طالبات ما شفنا أي تطور أو أي قضية انطرحت ونوخذت بعين الاعتبار، بالعكس في قضايا انطرحت وزادت بالسنين اللي بعدها. باسمي وباسم كل طالب كويتي راح أتكلم عن أهم المشاكل اللي يعاني منها الطلاب في البيئة المدرسية اللي لا يمكن نتقاضاها، وإحنا قطعنا على نفسنا عهد أن نوصل صوت جميع القوى الطلابية في الكويت لكم. طبعاً بالأخير إحنا هدفنا دائماً نسعى أن نخرج جيل واعي متفوق ومتعلم. إذا بخرج جيل متفوق ومتعلم، ليش ما أوفر لهم بيئة مدرسية تناسبهم؟ ليش ما أوفر لهم منهج يناسب قدراتهم العقلية؟ ليش ما أوفر لهم؟ ليش غافلين عن بيئة المدارس اللي الطلبة عايشين فيها؟ وين ميزانية المدارس اللي لا تقل عن 1.8 مليار دينار كويتي سنوياً؟ لازم يكون عندنا مبنى دراسي جيد بحيث يسمح للطالب بالدراسة فيه. المدارس اللي قاعدين فيها قديمة، لا يكون ناطرينها تنهدم علينا. وعلى فكرة صار بثانوية الطيف الفارس بعام 2011 سقوط سقف المدرسة على معلمات، وحالتين منهم خطرة. بعض المدارس مكيفاتها وبراداتها من تبرعات، اليوم دخلها من النفط 380 مليون دينار يومياً، وصناديق سيادية لا تقل عن 250 مليار مو قادرين نوفر تكييف حق الطلبة. لكن نكون بعلم الوزارة أن الشعب الكويتي شعب عزيز نفس، لا يقبل أن فلان وعلان يتصدق عليه. ديرتنا فيها خير وهي المنزومة توفر لنا التكييف. التابلت اللي ما استفدنا منه أي شيء، حضرة الرئيس، زملائي الطلاب، تدرون أن مناقصة التابلت اللي مدتها 3 سنوات كلفت 26 مليون دينار، وهذا هدر المال العام. للأسف إحنا كطلبة وطالبات انهزت ثقتنا من الوزارة قراراتها، واقترح بتخصيص حصص لممارسة الأنشطة الترفيهية والمواهب الطلابية بالكويت. في أكثر من اختيار حر واحد يوصل لاختيار حر، لكن المدارس تفتقر وفيه اثنين نلقاها بمدرسة واحدة. وإذا سألنا ليش إن فيها اثنين أو ثلاث اختياري حر، يقول لك والله ماكو مدرسين. هذه مشكلة الطالب إن ماكو مدرسين بالمدرسة، صار بدال ما يكون اسمه اختياري حر صار إجباري حر. وهذه مشكلة بعد لما الطالب ينتقل مدرسة ثانية، سواء كان من الظروف أو من حيث السكن، ما أقدر ينتقل لما يوافق اختيار مدرسته مع مدرسة ثانية. مجلس برلمان الطالب صار عبارة عن إعلام، بس أتمنى أن احنا نكون فاهمين غلط، ونتمنى أن في أحد قاعد يسمعنا وأن مشاكلنا قاعدة تنحل، وأن ما يكون وجودنا هي تحصيل حاصل. فيا سيدي الرئيس، إذا دورنا على أسباب الحلول نلقى السبب عندكم، والحل هم من عندكم. والختام، سيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، سيروا على منهج الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.